النهاردة بيوافق ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي اللي اتولد في مدينة بيلة بمحافظة كفر الشيخ سنة 1949. كان من صغره عنده شغف شديد جدا بالتمثيل والفن، وظهرت موهبته المبكرة لما كان بيشارك في عروض المسرح المدرسي خلال المرحلة الثانوية. مش بس كده، الحقيقة هو قرر يحترف الفن لما التحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا بدأ المشوار الفني الخاص بيه. تعالوا نشوف محطات مهمة في حياة مصطفى متولي. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي الذي ولد في مدينة بيلة بمحافظة كفر الشيخ عام 1949. منذ صغره كان يمتلك شغفاً بالتمثيل، وظهرت موهبته المبكرة عندما كان يشارك في عروض المسرح المدرسي خلال المرحلة الثانوية. وبعد أن قرر احتراف الفن، التحق بمعهد الفنون المسرحية حيث بدأ مشواره الفني. الألف خلاص ما عدلوش دعوة بيك، أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي قضيتي. بعد التخرج بدأ مصطفى متولي رحلته الاحترافية من خلال مسرح الحكيم، حيث شارك في مسرحيات مثل يا سلام سلم، الحيطة بتتكلم. وبمرور الوقت أصبح له حضور بارز في العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، مقدماً أداءً مميزاً في كل أدواره سواء كانت أدوار أولى أو ثانية. أما العلم فقد علمت، وأما الذنب فسوف يحمله من اخترفه. أما نحن أبناء المهلب فلا نموت رغم أنوفنا، ولكن على صهوات جيادنا. من أشهر أعماله السينمائية جزيرة الشيطان، الإرهابي، شمس الزناتي، واللعب مع الكبار. كما كان له حضور قوي في التلفزيون، وشارك في مسلسلات مثل بكيزة وزغلول، ورأفة الهجان، ولن أعيش في جلباب أبي. إيه الحكاية؟ البوليس قبض على ليفي كوين. إيه؟ يظهر انتحارياتهم دلتهم على وجوده في الشقة دي. وهتعمل ايه؟ ولا حاجة، دي فرصة. انت اتجننت؟ الولد يفقد ثقته بيك. انا كنت لسه قايل لك ايه؟ ايوه، لما يتقبض عليه وهو عارف حاجة، ولما يتقبض عليه بالشكل ده حاجة تانية. اما في المسرح فشكل ثنائيا ناجحا مع الفنان عادل امام في مسرحيات الواد سيد الشغال، الزعيم، وبودي جارد. انا لما يتقال اسمي في اي مكان الرجاله يغمى عليها والاطفال ترجع تاني لبطن امها. اوعى تقول اسمك يا باشا، لان امي ميته مش هلاقي حته انام فيها. ولو اتسمع صوتي في اعلى عماره تنهار في ثواني. اوعى تزعق بقى، العماره دي مش سكان غلابه عن المعروف. العلاقه بين مصطفى متولي وعادل امام كانت اعمق من مجرد علاقه عمل، حيث جمعت بينهما صله قرابه قويه عندما تزوج مصطفى من شقيقه عادل امام، وظل هذا الرابط يجمعهما في الحياة والفن حتى اللحظات الأخيرة. هتخلص، ولو اتلمطت أكتر من كده هبتدي أقتل في أصحابك دول واحد واحد لغاية ما توافق أو يجي عليك الدور. قلت يا أحد. أصيب مصطفى متولي بأزمة قلبية مفاجئة بعد عرض مسرحية بودي جارد أودت بحياته، ليترك خلفه إرثاً فنياً لا ينسى وحباً كبيراً في قلوب جماهيره.